الحقيقة هذا هو السؤال الأهم، يعني كيف يتدبر السوريون أحوالهم المعيشية بعد أن فقد معظم هؤلاء بيوتهم ومصادر دخلهم، وبالتالي هنا يعني تكمن الكارثة، وخاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق للدولار وانعدام فرص العمل. في آخر تقييم احتياج قبل أيام أجراه فريق إنسان الميداني لما يقارب 4000 أسرة من محافظتي حلب وإدلب، معرض مصريين والأتارب، في ظل تصميم مشروع استجابة، أكثر من 82% يعني ليس لديهم أي عمل، 82% ليس لديهم أي مصدر من مصادر العمل. هلأ بالنسبة لمصادر الدخل، يعني عندك 19% مساعدات من الأصدقاء والأقارب، وهذه ناحية مهمة جدا في تفعيلها بين السوريين، لأنه إذا لم نفعل هذا التعاون وهذا التضامن والروح الإيجابية، فعلا نحن أمام كارثة كبرى، وكل المساعدات الإنسانية هي غير كافية ولا تفي بالغرض من أجل سد احتياجات الناس. أيضا في عندك 34% عبروا أنه ما في مصدر دخل على الإطلاق، في ظل تقرير لمنسقو الاستجابة عم يعبر أنه 42% من الناس لا يتلقون أي مساعدات إنسانية. 54% بحسب تقييمنا كان عم يقول أنه هو عم يعتمد على المساعدات الإنسانية، وبالتالي في آخر تقرير ب4/5 لمنسقو الاستجابة عبر عن أكثر من 70% من الذين استطلعت آرائهم أنه لولا المساعدات الإنسانية لكنا أمام مجاعة كبرى يمكن أن تحصل في الشمال السوري. وبالتالي الواقع مؤلم جدا، وعندما نتحدث عن الشمال السوري لسنا بمعزل عن الواقع في كل سوريا، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يعتبر دخل الأسرة بعد ارتفاع الدولار، يعني الرواتب من 50 إلى 60 ألف دولار بالحد الأقصى، عفوا 60 ألف ليرة سوري أو 70 ألف ليرة سوري، لم تعد تساوي 50 دولار. يعني أنا لا أستطيع أن أتقبل أو أفهم كيف يمكن أن تدير الأسرة شؤونها بهذا الحد المتدني. كيلو اللحم وصل إلى 12 ألف ليرة، يعني راتب أفضل راتب في سوريا بكفي الأسرة يعني 4 كيلو لحمة بالشهر، انسي كل شيء. هذا واقع كارثي جدا، هذا واقع يجب أن يتوقف فورا. أعتقد أن أصل المشكلة الحقيقية في سوريا، والكل العالم كله يعلم ذلك، هو التغيير المنشود للسوريين، وهذا مطلب لكل السوريين وليس لفئة دون أخرى.